مشاهدين الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا فيكم معنا في حلقة من برنامجكم ديوانية شعراء النبط. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا لهذه الليلة. مساكم الله بالخير يا أخوان. فيصل سعود العنزي، مساك الله بالخير يا فيصل. عندك قصيدة وطنية؟ اي نعم. الوطن يستاهل ونسمع. يستاهل، مهما كتبنا فيه الوطن ما نوفي حقه. نعم تفضل. أقول كويتنا دار الفخر والمروات، دار البطولة والسعد والكرامة، تاريخنا فوق الجبال المنيفات دائم على الجزلات عز وشهامة، دار لنا فيها من المجد رايات، رفرف علمنا فوق عالي غمامة، وفي شعبنا نور من الطيب هقوات، شعبنا على الكايد يجرد حسامه، يقضي اللوازم في كبار المهمات، ويناطح العايل ويردع اخصامه، متوارثين الطيب نخوه وعادات، ومرثين الطيب والعز هامه، وشوخنا اهل الفخر والبطولات، حكامنا اهل العدل والزعامه، اخوان مريم كاسبين الجزيلات، تاريخهم يشهد رفيع مقامه، كويتنا دار الفخر والمروات، دار البطوله والسعد والكرامه. والسلامه. سلام. صح لسانك، صح لسانك يا ابو سعود، والكويت تستاهل. صح. حسين الوطري، مساك الله بالخير. مساء النور والروح والسرور. ابو عبد الله، شو نسمع منك؟ تسمع منا ان شاء الله كل خير. ايه الدرب الطويل اللي مشيت ولا تعبتك، ابتديتك وانتهيتك عزم بالباس الشديد، يا قصيدي يا قصيدي والله اني ما حسبتك، ما حسبتك راس مال ولا حسبتك لي رصيد، يا قصيدي يا قصيدي والله اني ما حسبتك، ما حسبتك راس مال ولا حسبتك لي رصيد، ان تدري ان تدري كل ما تطري علي قمت وكتبتك، اكتبك من شان غيري يا قصيدي يستفيد، وانت يا قاف القصيده اليوم لا مني ندبتك، اخضع لهجسي ولا تصبح على هجسي عنيد، لا تعاندني وانا اللي بول الطرقه شربتك، والله ان مروضك لو انت مع غيري مريد، والله ان مطوعك تطويع خيل الله ذبتك، صرت انا الخيال في الميدان والميدان ميد، ابدعك من جاس صافي والله اني ما سلبتك، ما سلبتك من حلال الغير يا العقد الفريد، يوم غيري ينهب الافكار والله ما نهبتك، ما تشابه نهج غيري منهجي يبقى وحيد، وانت يلي وانت يلي تحسب اني يوم عرفي لك كسبتك، وانت يلي تحسب اني يوم عرفي لك كسبتك، وانت صاير مثل حربة سم في وسط الوريد، والله اني في حياتي من عرفتك ما رغبتك، جيت هم ورحت هم ودايم من همك يزيد، كد نصحتك تبتعد عني ومع نصحي طلبتك، لا تقرب صوب هجسي مير عيا لا يفيد، انت مثل الروض انت مثل الروض لا منجاز لي يرضك ونبتك، رحت اسلي خاطري بالروض يا النبت الجديد، كل ما تطري علي ماضي الذكرى جذبتك، من هجوس تصطفق مثل الدلي بكل حيد، انت انت جمله ناقصه اعراب، انت جمله ناقصه اعراب، وانا اللي عربتك مبتدا عقبه خبر، وان الخبر بيت القصيد. وسلام. سلام. سلام. صح لسانك، صح لسانك يا ابو عبد الله، صح لسانك. ابو وليد، نعم، ايش نسمع منك؟ الله يحييك. يا مرحبا يا ابو وليد، الساعة المباركة. الله يبارك في ايامك. ايش نسمع منك طال عمرك؟ ان شاء الله. حياة الانسان بالتشبيه دوامة، والحظ مثلثها منازل ومتعلي، وضعت نصفي على وجه القمر شامة، وذهبت للشمس قمت ابحث على كلي، ولقيت بالشمس مداحة وعظامة، قالوا تصلي؟ قلت شلون ما صلي؟ الشرع عارف كتابه واعرف احكامه وقيس الاحداث والاحكام والمل، وقالوا بالابحاث حنا ناس علامه، والكل منا عن اهل الارض متخلي،
جميعنا في بحور العلم عوامة، والكلب الصبر والأسرار متحلي. هالحين سجل لنا بحثك على خامة بيضة وفيها يكون الخط متجلي، وابشر بتحقيق بحثك طايل القامة ينزل من الشمس لأهل الأرض متدلي. يا سلام. ضيعت معهم ربيع العمر وأحلامه، وعزي بدأ يطلب الإسناد من ذلي، وغلي بدأ يمسح الخذلان بكمامه وقول ماجور يكفي لهم يا غلي. وغلي بدأ يمسح الخذلان بكمامه وقول ماجور يكفي لوم يا غلي. أقرأ سجل الخطأ في نفس لوامه مثل الذي في نهر الزحف متولي، لكن يغيني يشوف النور قدامه، ما صار تغيير في طبعي وفي دلي. أشعة الضنك لو تنزل على الهامه ممنوع تقصر عن المعروف يا ظلي. يا سلام. أشعة الضنك لو تنزل على الهامه ممنوع تقصر عن المعروف يا ظلي. والقلب كان الغلا من فيض صمامه، يصح من على الغلا عن كلمة غلي، ولا تطلب الجود من كفين بصامة، يظل عصملي التعريف عصملي. يا سلام. صح لسانك، صح لسانك يا أبو وليد. صح أبو وليد نبي لغز عاد، ما أدري عندك ولا عند أبو شاهر عند أبو نايف؟ لا خلوا من هنا. ها؟ لا لا عندك عندك. لا لا جهز اللغز. عندك عندك جاهز؟ أبشر. جاهزًا على ما نأخذ قصيدة الطلب بس. أبشر إن شاء الله. أبو صلاح. إسلام طلب. إيش نسمع منك طلب؟ والله عندنا قصيدة طال عمرك. تفضل. والقصيدة تعبر عن نفسها. تفضل. يقول يا حي الرفيق اللي علومه علوم رجال، من أول شبابه لشيب على طبعه، أبو حاجب يضحك لو الظرف ما هو عال، شجاع تعده لحم الوقت عن سبعة، أبو حاجب يضحك لو الظرف ما هو عال، شجاع تعده لحم الوقت عن سبعة، والأخوت اللي خوته تجلب السلال، مواريث عل في جلدابه وجمى ضبعه، في وجهك صديقة وفي غيابك خبيث أعمال، لا حرك لسانه صب شرها على ربعه، ذاك اتركها واشتال اسمه من الجوال، لو رزقك عليه وما يشربك من وراء نبعه، فراقه غنيمه وطيب خاطر وراحة بال، أبو خوة لا فوت فيها ولا طبعة. يا سلام. صح لسانك، صح لسانك يا أبو صلاح، صح لسانك. ها حمود شاهر. هلا أبو نسمع فهد. لغز منك. حاضر الله يحفظك يا أبو فهد. اللغز يقول انشدك عن بنت لها قيد ورباط، تنزف غزير الدمع ساعة غرقها. انشدك عن بنت لها قيد ورباط. ايه. تنزف غزير الدم ساعة غرقها. ساعة غرقها. اي نعم. ها. حبة اللبتن. مالة اللبتن. احسنت. ما شاء الله ما اعطاك مجال. يلا نسمع منك قصيدة ونبي لغز بعد بس. حاضر حاضر. خلني اقول لكم سالفة طريفة. عندك سالفة وقصيدة. هذه تفضل تفضل. هذه جرت شعراء ابو فهد. ايه. مروا علينا في تاريخ شعراء يعني داهية سبحان الله، عندهم سرعة البديهة وسرعة الرد، ويخلصون أنفسهم من الأزمات اللي هم يطيحون فيها، وهذا مر في تاريخ شعراء اللي هم الفصيح بما فيهم قصة القصة المشهورة ما بين أبو نواس وهارون الرشيد، وكذلك نفس هذه القصة جرت ما بين شاعر كفيف مع الشاعر والأمير عبيد الرشيد. هاي مماثلة نفسها. مماثلة نفسها. نفس أبو نواس وهارون. سبحان الله. أي نعم. ولكن قصة الشاعر اللي جاء عند عبيد الرشيد في زمن عبيد الرشيد، وزمن عبيد الرشيد في ذاك الوقت كان فارس وشاعر وأمير، والناس تقتص يعني تجي المجلسة لأمور كثيرة، فمنهم الشاعر هذا اللي جاء، وشاعر كفيف ما يشوف أعمى، ويوم انحضر في مجلس عبيد الرشيد شاعر فصحى؟ لا لا شاعر عام. اي نعم. ومدح عبيد الرشيد في قصيدة عاصمة على ما قالوا اللي موجودين. في يوم انخلص المتماثل عند الشعراء ان اليوم انا شاعر وانت شاعر، اذا وجهت لك قصيدة بترد علي بقصيدة. نعم صح. ما في بين الشعراء عطايا. نعم. يعني الشاعر ما يعطي الشاعر لا مدحه عطية. صحيح. فهذا يوم أنه مدح عبيد الرشيد
فقال له عبيد الرشيد ابشر برده، يعني اني برد عليك بقصيدتي مثل ما رد وجهت لي قصيده. فالشاعر هذا سريع البديهه، فقال يا طويل العمر انا ما جيتك على انك شاعر، صح، انا جيتك على انك عبيد الرشيد، على انك امير، لكن لا صرت انا قصاد وعبيد قصاد ما للعمى عند المفتح عطيه. انت بقى عبيد الرشيد، قال وش تقول؟ قال اقول لا صرت انا قصاد وعبيد قصاد ما للعمى عند المفتح عطيه. قال لي هذه النشبه الحين ابتلش. همر ربعه اللي موجودين قال جيبوا له ذلول واهدوها الذلول هديه على قصيدته اللي مدحني فيها. يقول يوم جابوا الذلول قال يا شاعر قم خذ هديتك. يقول هو يقوم ويقعد على الذلول وهو يلمس الذلول من اوله فوقه تحته ويطالع له عبيد الرشيد. قال يا شاعر عبيد الرشيد لا من عطى عطيته كامله ما هي ناقصه، يعني لا تلمس الذلول، لا تلمس كامل، ما هو ناقص منه شيء. نعم. قال لا والله يا طويل العمر ما غير اتلمس منها قسم عيالي. هذا يبي زود فوق عطيه الذلول، يبي قسم عياله، يبي العيش ويبي الطحين ويبي الاكل ويبي. قال حملوا له ذلوله وخليه يروح بس فكونا من شره. لين ما اخذ حمله ومشى. فهذا من الشعراء اللي مروا علينا في التاريخ الاذكياء. نعم نعم صحيح كثير. والدهات. نشارك في قصيدة بعيد عن موضوعها الآن، هذه قصيدة عبيد الرشيد قصيدتها منها وفيها. إيه. فأقول زيدان وجروحي لها فترة ما سلفت لي عن حنين الناي، والناس مخلوقة على الفطرة ما فيهم اللي يستمع الحكاي. البارحة شف حالتي خطرة، ضاقت علي صاحبي دنياي، ومل الكفن من زاوية قبره، وثريه يتوسل كثير دعاي، وعيت عيوني تخفي العبرة، وانا الذي ما خاني بي مسعاي، ومن يختبر صبري على صبره خبروه لا يبكي بعد شكواي، هم يشحذون من البحر قطرة ما يعرفونك يا كريم الماي، واللي يبي من طيحتي عثرة لا يسأل الرايح طريق الجاي، شكرا لكل ظروفي القشرة اللي كشفت في ساعتين عداي، كنت أحسب الواحد يجي عشرة واثر العشر كانوا سبب بلواي. يا سلام، صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك على اللغز وعلى صح القصيدة. أجديع مرحبا ابو عذبي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا مرحبا. شنو مشاركتك الليله؟ والله قصيده تعبر عن نفسها. يلا تفضل. اقول حزين والضيقه لها عده اسباب، ونفوسنا تصبح وتمسي حزينه، ما ادري سبب للحزن هو قل الاصحاب، ولا المشاعر غادرتها السكينه، حضورنا باهت ومقدارنا غاب، وكلامنا تغلب عليها الضغينة، ومجالس يفرح بها كل كذاب، وتصد منها كل كلمة ثمينة، وإعلام هابط كل ساقط والأهباب، والسيء أكثر يكثر متابعينه، والدين خصص للعمايم والأحزاب، واللي على دينه عسى الله يعينه، في مجتمع نجفل من فعول الأقراب، حتى تحس ان الوفاء مانعينه، يكثر من يظلم ويبهت ويغتاب، ويقل من يتبع رضا والدينه، تباعدت عن كل الاحباب الاحباب، وتساقطت مع كل هزله سمينه. سلام. يا سلام، صح لسانك، صح. بس جديده القصيده؟ جديده، يمكن عشان ما تحافظها. صح لسانك. هلا، ان هذه القصيده شعه مقطعيه. ايه لا طبعا، نمط التعامل اللي قاعد نشعر فيه حاليا. نعم، لكن ان شاء الله جميله جدا. قليل ان شاء الله، الاستثناء موجود، الاستثناء موجود اكيد اكيد،
ولكن كلام هذه بالصميم من الأستاذ أبو وليد. ما عليك زود سعادتك، والله من أجمل الغصائد التي نحتاجها حاليا، لأنه احنا أبو عذبي هذا الأمر نحتاج نصرح فيه، والبعض لا يستطيع التصريح فيه، وأنت صرحت فيه، وهذا هذه مهمة الشاعر. الشاعر نعم، الشاعر هو هذه مهمة مجتمع. الشاعر مرآة مجتمع. أيوة. الحقيقة هو نعم. فعلا عكس أشياء موجودة، ولكن إن شاء الله أنها قليلة بإذن الله. عموما صح لسانك أبو عذبي. أبو عبد الله نبي منك لغز. حاضر. اللغز يقول: يا ويش رجل نفعته لقبل الليل، ولا النهار النفع منه قليلي. يا ويش رجل نفعته لقبل الليل، ولا النهار النفع منه قليلي. ماهر وصياد وله بطن يشيل، يشتال ما صاده ولا له مثيلي. ها من عنده عيده ابو فهد عده. يلا يلا عيد. حاضر. يقول: يا ويش رجل نفعته لقبل الليل، ولا النهار النفع منه قليلي. ماهر وصياد وله بطن يشيل، يشتال ما صاده ولا له مثيلي. ها يلا بمعترم. والله انا طرى لي شيء في البحر هو. لا ها مشاهد وليد حيرنا. تحت البحث ابو صلاح جاري البحث. ها الفانوس ابو عذبي. والله لا الحين ما ابو سعود انا حول الفانوس شيء في ضوء. شيء في ضوء شلون؟ انا ما طلع انت انه جذبكم يوم انه ينفع بالليل بس شيء في ضوء. زين خلاص ما حد حله، خلها اخر الحلقه. تمام. ونبي نسمع قصيده من ابن معتر. ابشر ابو وليد. سمى ابو فهد ساك الله بالخير من نور السرور. ها تفضل. شنو عاد بتفتح المجال؟ عنده سخريه تعبر عن روح ابو فهد. يلا تفضل. دام فضلك اقول: يدور الوقت وتبين الخوافي، يدور الوقت وتبين الخوافي، ويكشف غاية الشاعر قوافي، مثل ما تكشف الصدر لشعة، تبي تكشف بيوت الشعر ما في طبيعي، لو أعبر دام جفني ما هو غافي، وجفن الغير غافي غافي، أفكر ثم ذكر هم قلبي، أنا في خير طيب ومتعافي، أنا مؤمن أنا مؤمن وراضي ومتغاضي، وناظر قدم ما ناظر خلافي، أصفي نيتي من شان تصفى حياتي، وانتعش في جو صافي، وطفي نيرة الفتنة قبل لا تزيد، ولا تطفيها المطافية، وأدور في الوسائل لي وسيلة، إذا ضاقت وسيعات الفيافي، ما كف العزم ما كتف يديني، أحاول مستحيل أقول كافي، وشب من الأمل نارا الدفي، برودة ذهن فاق بجو دافي، ووفي الكيل أوفي الكيل لو يبخس بكيلي، إذا موفيت كيفي قال وافي، غناة النفس فالإنسان ميزة، تزود ما نقص والستر ضافي، وتمام القول حفظ الرجل سره، ما خلف له مع العالم اخلاقي. سلامتكم. سخريه. اي نعم. اي صح لسانك. صاحب دني. حلو صاحب دني. صح لسانك يا ابو وليد. مشاهدينا الاعزاء، مع هذه الفقره من فقرات برنامجنا نشاهدها مع بعض. اعزائي المشاهدين عدنا لكم مره اخرى ومع الاخوه الشعراء ومع فيصل العنزي. مساك الله بالخير يا ابو سعود. نور ابو فهد. ايش نسمع منك طال عمرك؟ اقول الطيب كايد والمراجل تبرجال، وحي رجل لا صار يمسك لسانه، عن كلمة بين المخاليك تنقال، تجذب سرابيله وترخص مكانه، وحي رجل لا صار للضيف مدهال، يكرم مسايره ويسع بطانه، وحي رجل لا صار للحمل شيال، يقضي حوائج من تردى زمانه، وحي رجل لا صار في قوله أفعال، صادق ولا يكذب وقوله أمانة، واللي يقلل قيمتك مزح محتال، خله ولا تفتح معاه الميانه. صح لسانك. صح لسانك ابو سعود. ها الوطري. هلا عبد الله. شو نسمع منك؟ يقول: دار دالوب القصيد ودندنن جراسه، دار دالوب القصيد ودندنن جراسه، واستلم فكري حروف القاف واستدرجها،
واستهاض القلب منها واشتغل هو جاسه وضاقت بعين الدروب الواسعة وفججها واستوى درب السلامة والخطر بقياسه والنفوس القشر دايم همها مزعجها المعاني المعاني مثل روض أخضر وانا عساسة وكل دانة من نصيب اللي بده فالجها قمت سايسها وانا ليه معاها سياسة واحكم الكلمة قبل لعل لها مخرجها واللي طار انطرى فكر المشقة حاسة قام يستدرج خيول الفكر لين أسرجها يا هوى قلب المشقة يا رجاه وياسه ويا سبب بيت القصيد وحرفه منهجها والله إني من غرامك شارب من كاسه مير مدري صحبتي وياك وش منتجها يا وحيد الفكر يا همه ويا نبراسه الجروح الدامية يا صاحبي عالجها ربك اللي لبسك تاج الجمال الباسة ارحم النفس العزيزة معك لا تحرجها لا تقول ظروفنا ووضاعنا حساسة الليالي المقبلة ربك لنا يفرجها وسلام. يا سلام صح لسانك أبو عبد الله صح لسانك صح لسانك أبو وليد نعم مساك الله بالخير يا مس النور في بالشمري ايش عندك؟ ما عليك نسمع منك بعد قصيدة أبيات تفضل. الله يا كبير القدر فكر عداك اللوم ترى الرجل مثلك غير مسموح تقصيره كبير القدر لا من غشاه الكبر والزوم سقط من عيون الناس حبه وتقديره على مكتبك نذهب ونرجع طوال اليوم ويجينا جوابك عن طريق السكرتيره إذا من كبار القوم ولا صغار القوم تحذر من الشعار يا طيب السيرة ترى كلمة الشاعر مثل دعوة المظلوم إذا صابت المقصود تكثر مخاسيره. يا سلام سلامتكم صح لسانك صح يعني إحنا شعراء نفسي دعوة بيت الشعر دعوة المظلوم مؤثرة عند الله ايه؟ وبيت الشعر مؤثر عند خلق الله. نعم صحيح إذا لصقبك يطول عموما صح لسانك يا وليد صح لسانك. طلب الظفيري. نعم طلب أبو صلاح شو مجهز لنا والساده المشاهدين؟ والله انا ابو وليد ايه الحقيقه احيانا مو احيانا دائما قصائده تجي على الجرح ما عليك لكن هذا فيه الحقيقه مغاربه مع يقول ما يقدر ثلاث ابيات لكن بجيب لكم قصيده يعني يقول ما يقدر هيبه الشعر وشعار القصيد غير شغموم من المرجلة تندى يده هيل عن يتعب على الطيب والراي الرشيد رافع همت خواله وخوال ولده واللي ما له بالقريب ولا له بالبعيد ما درى الشعار عن واحد خبس عده صح لسانك كل مشاركة شني المشاركة طال عمرك يقول يا كثر ما طالت علينا المشاوير ومنها خذينا من الليالي رسالة عشنا حياة الشوك وشوف النواوير عشنا وشفنا لين حد الثمالة تجارب عنا وتجاريب للغير ما بين درب المرجلة والشكالة رجل على فنجال يذكرك بالخير ويثني عليك ويعتبرها جماله رجل لو انك تازنه بالدنانير ما تازن بعينه شراب البياله رجل على فنجال يذكرك بالخير ويثني عليك ويعتبرها جماله رجل لو انك تازنه بالدنانير ما تازن بعينه شراب البياله يموت بيته ما لفوه المساجير ولا جاب له علم يشرف عياله وحنا اللي عد وفانا المناعير يلقابنا المطنوخ 60 حالة مهرية ولا هي سواليف تسطير إلا وهايب بن عزيزة الجلالة فينا من العشة فينا من العفة وجمالة التعابير ما يشرف الرجال ويرفع
قاله ما دامها جتنا ورا رزق الطير ما همنا دلخن تردوا خواله الله على الطيب يسوق التباشير ولا شم الله مباركن في حلاله. نعم صح لسانك، صح لسانك يا ابو صلاح، صح لسانك. الحين ابو صلاح في سؤال واتمنى ان كل الاخوان يعلقون عليه، شنو الفرق بين الشعر القديم والشعر الحالي؟ الشعر القديم، ايه الشعر القديم والشعر الحالي، طبعا مو الشعر الشعراء الحداثه اقصد. لا شك في فرق طال عمرك، ايه؟ في فرق، لكن احنا لو رجعنا بصراحه يا ابو فهد ايضا الشعراء طال عمرك في الزمن القديم فيهم هناك شعراء مبدعين، الهزاني ايه حدث طبعا بشعر. فيهم نوابغ يعني معروف، لا شك، ايه؟ لكن في العصر الحديث لا، مثل ما يقول زاد الماء على الطحين وكثر شعر الحداثه، ايه؟ وانا اشوف طرحك من خلال وجهه نظر الذين لجأوا الى شعر الحداثه، وعلى فكره الشعر العادي وفيه كثير من المجالات للابداع، لكن اللي يلجؤون للحداثة طال عمرك هذول غير قادرين على الإبداع في الشعر التقليدي العادي، غير قادرين، فيلجؤون إلى الرمزية ويلجؤون إلى الرمزية وإلى الإنشاء غير مفهومة وإلى التضمين والاقتباس اللي أحيانا لا يخدم القصيدة. لكن بس هذا يعني أن في منهم ناس يعني كتبوا شعر صح وصار لهم أشك في شعراء مبدعين تبغون الحداثة على أصولها طال عمرهم. نعم لهم نعم. أيضا جمهور نخبوي معين، صحيح لهم جمهور معين، ولكن طال عمرك الحقيقة الشاعر يجب أنه حقيقة يراعي أمور كثيرة. يعني أنت لا يعقل أنك تكتب قصيدة أو تلقي قصيدة في ناس مثلا تعليمهم متوسط أو ناس من أهل البادية ثقافتهم بسيطة، نعم نعم، تجيب لهم شعر من الشعر الحديث أو الشعر الغير مفهوم أو اللي لا يخلو من الرمزية، يجب أن تأتي بقصيدة أو شعر يحاكي واقعهم وغريب من عقولهم وفهمهم. عموما ما قصرت على تعليقك. لا. عندك تعليق أبو وليد؟ ليس مزيد من الإضافة، ولكن حنا لسنا دعاة جمود، إيه؟ ولا دعاة استنساخ، إيه؟ ولا نبغى جاثمين على آبار عاد وثمود التي لم تعد صالحة للشرب، وكما هو معلوم فأنه لكل مرحلة خطاب، فمسمى الحداثة لا يعني السوء، هذا المسمى يحتاج إلى تصحيح، وحنا كما تجديد وتأتي، إيه نعم، هذا المصطلح هو جميل لكن انضم تحت لواءه بعض الأخطاء، ولكن هذه لا تلغيه، بناء مستحدث، قصيدة مستحدثة، موضوع مستحدث، الحداثة يعني التجديد، هذا المسمى لا خلاف عليه. أنا أعلم أنه أبو صلاح وجه السوء بالانفلات الذي تعرض له، وبالذات الشعر الفصيح أكثره الذي فتح الباب على مصراعيه للدخلاء، وهناك مبدعين جو بتراكيب وجو بصور وجو فكر جديد، وقدموا الحكمة من جديد، لبسوها رداء جديد، والمواضيع قدموها لنا بلغة محترمة، وهذا نشكرهم، وحنا مع الحداثة المنضبطة. أبو صلاح عنده تحفظ على حداثة الانفلات، نعم، أنه صحيح. لا مضمون ولا وزن ولا غافية، بل هناك تجاوز على بعض الثوابت وعلى بعض المعتقدات الدينية، نعم، في سبيل أنه يبدع، هذا هي المحذور من الحداثة. لا شك، والرمزية المفرطة، الطلاسم، نعم، مرفوضة، الخطاب الغير مؤثر والغير مستوى لا نحتاج، نعم، أشك ألا؟ ونعم مثل ما قلت الطلاسم والرمزية المفرطة، نعم. نعم. عموما صح لسانك وصح لسان وليد على التوضيح. في أحد عنده تعليق يا جماعة ولا نطلب قصيدة؟ كلامهم طيب، كافي وكافي. عند بن معتر بنسمع منك طال عمرك. في أبيات مرسلها للشاعر مبارك حبيبة الخرفشي ورد علي، نعم، أي نعم، ونعم. تعتبر عاطفية نوعا ما. هاي يلا. هو اللي مرسلها لك ولا أنت مرسلها؟ أنا اللي مرسلها له. تفضل. أي نعم. مبارك الخرفشي من الشعراء اللي سجل في الديوانية. أيوة نعم. من المملكة العربية السعودية، له مشاركات قديمة في الديوانية. أيوة نعم. تفضل. فأقول يا الخرفشي حاول تعالج لي الحال، أخابرك شاعر بالمواقف متكتك،
صاحبك حاله سل من غير سلال وصدره من الأيام ضايق ومنتك خله تخلى عنه واشغله البال وعليه صكات الزمن دوم تصتك مهمل بوصله واتصاله ومختال وانقال بشكي قال له روح واشتك ظالم ويسمع باهل القيل والقال روابعه قشرة ولا زال مشتك جتك الرسالة عبر موجات الإرسال ارتكب جزل القاف في حلها ارتك أما تقول اصبر ترى الحب قتال ولا تقول اترك مشقيك وافتك. يا سلام يا سلام. ايش قال الخرفشي؟ قال الشاعر مبارك حبيب الخرفشي قال وصلت وكتابك وصل وانت رجال يحكمك وقتك في ظروفه ويعتك ومثل ما عند سويسرة سك الأموال تنقد ذهب وتسك عملة وتستك لا تشتكي وأنا بعد عندي إشكال ودرب الهوى ما فاد فيها التفنتك انذقت من زين التواصيف فنجال يكفيك عن قولة نقصتك وزدتك وجرح الغلا لازم يجي غرس وجلال ما هو جحر ضبا يدمدم ويهتك اصبر مثل صبري على زاهي الشال أربع سنين منه قلبي انفتك أبيه يقول أحبك ولا قال وإن قلت أحبك قال لي ما نشتك. سلام. يا سلام. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. مشاهدين الأعزاء هذه الفقرة من فقرات برنامجنا نشاهدها مع بعض. مشاهدين الأعزاء عدنا لكم مرة أخرى ومع الأخوة الشعراء ومع هذه الأمسية الجميلة ومع الأخوان. مساكم الله بالخير يا أخوان. مساء النور. الوطري نبي نسمع منك اللغز مرة ثانية. حاضر. يا ويش رجل نفعته لقبل الليل ولا النهار النفع منه قليلي ماهر وصياد وله بطن يشيل يشتال ما صاده ولا له مثيلي. ها يلا هذه آخر إعادة له ولا راح يعلمنا بها؟ وهو الحلم ماهر وصياد. تقول الحلم أنت؟ قول لا لا لا. ها وعذبي أبو سعود ما عندي حلم. أبو وليد غريبة ما حليت أبو وليد. النوم. ها النوم. لا شبك السمك. لا شبك السمك كان في عقب النهار بالليل. احسن. زين الدربيل. الدربيل ما تشوفه بالليل يا بولي. الليل منظر الليل يشوفه. منظر الليل. لا منظر يحلك. ها خلاص ما عرفنا ما عرفتوه. يلا نسمع الوطري. هو صائد الحشرات. ها صائد الحشرات الليت صائد الحشرات. ميلي. صائد الحشرات. اي اللي يلي 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 والله انك صائد. نفعته لقبل الليل. اي والله ملوي. وله صحن كل ما صاد يصير بطن. ما تطلي علينا. شو انطرت عليك سويت على ماهر وصي والله اني شبته دخلت مثل ما تقول بالصدفه محل حلويات. طرى على كل النهار. ولا قلت طق ولا شوف كان اسال قلت هذا هم بالنهار شقال قال قليل قليل تجي لكن الحشرات لما تجي يحل المساء تكثر. نعم صح صح عموما صح لسانك صح لسانك. ونبي نسمع بيت بيت شعر بيتين او بيتين او بيتين. تفضل من عندك ابو شاهر ابو نايف. حاضر ابو شاهر. يقول احيانا اشوفك طير وانا لك حصان واحيانا اشوفك ورد وانا لك العطر حاول تجيني عمر في هيئة إنسان وأنا بجيك إنسان وهدي لك العمر. يا سلام صح لسانك. ها بمعترم أبجيبها لكم طروق أبو فهد. يلا تفضل. أقول تدري متى الكون ما يسعنا يرضاه سماها لا شفت ضغط وهموم الفؤ لا شفت ضغط هموم الوقت فوقك تعج ما همني غير أشوفك مهتني فالحياة مرتاح بالك لا متضايق ولا منزعج. سلامتكم. يا سلام صح لسانك. ها الوطري يقول يا مسوي الفنجال كثر بهاره صبح عسى يطرد كثير الهواجيس خولان خولان ما بين الحمار وشقاره يبعد خوى راس همومه مراويس. يا سلام. سلام. صح لسانك. ها ابو وليد. على الخوي ما نحتفظ بالعذاريب ما نحفظ الا ما صلح من جنابه
نصير من دونه حواجز عن العيب ونحط له ضد الرقابه رقابه نعطيه من صنع المهابه مخاليب واللي من اول ما يهابه يهابه. يا سلام. ها ابو صلاح. الله يمن في يديك الامر يا الحي القوي. اسالك لطفك يا عزيز الشان يا الفرد الصمد. يومك ملاذ المستجير اللي زمانه ملت وجيتك بظن ما تشيله لا سماء ولا عمد. تقبل دعائي وان دعيتك من خفوق منك ويا واحد ما له شريك ولا لنا غيره احد. يا سلام ابو عذبي. اقول انا افضل شخص يسمو بالمحبه ويتحملها، لان نملك مشاعر نور لو جسمي خلق من طين، يزين الناس لو تكسب بعضها في تجملها، ويكره الناس لا شالت قلوب اقسى من السكين، ما دام النزم المفني جميع الناس بكملها، لما هذا التجافي والتناحر والسلوك الشين. يا سلام. ابو سعود. اقول صحي لي الشمس تشرق في صباعيني، واللي اشرقي قبلها يجمل صباحاتي، غطي لي صدر السماء ضحكه وغطيني، ثم انثري ديدحانك فوق ضحكاتي. سلام. يا سلام. صح لسانك، صح لسانك، وختامها مسك. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، شكرا يا اخوان على هذه الامسيه الجميله. وأعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذه الليلة، أتمنى ما قدمناه يحوز على إعجابكم ورضاكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحيات مراقب النصوص سعود الردعان، ومع السلامة وإلى اللقاء.